السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا الفيديو ديالي، غادي نبدا الفيديو ديال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الاصحاب اجمعين. اش اخباركم؟ صحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا هما هذوك في هذا رمضان. هذا رمضان غادي اختي وكيمشي، العمر ديالنا هو اللي غادي، رمضان في بلاصتو وكيجي عاوتاني. هذا الشيء اللي كاين، الله يعطينا حسن الخاتمه يا ربي. قبل ما نبدا الفيديو ديالي، بغيت نهضر على مطبخ ام لقمان، واحد السيده اللي تبارك الله اللي عندها هذا الشيء ديال الطبخ، وتستاهل اننا نشجعوها وتستاهل اننا ندخلوا عندها وندعموها. تبارك الله عليها، داك الشيء متنوع والبساطه كيف ما كنقولوا، وكبحال هي متبعاني كبحال الام ديالي وهادي، وتبارك الله عليها وديما كتهضر معايا في الواتساب وهادي، وديما كتسول عليا داك الشيء علاش انا بغيت انني ندوي عليها في هذا الفيديو هذا. ونقول لكم دخلوا عندها تشجعوها، دخلوا تستافدوا منها من شهوات الشهوات اللي كدير، وهذا الشيء اللي بقى في هذا رمضان هذا يا سيدي ربي. قناة مطبخ ام لقمان، هذا الشيء هو اللي كاين اخوتي. داكشي علاش غادي نقول لكم دخلوا انكم تفرجوا في الفيلم ديالي اللي دار. صراحه ما بقاش، ما داروا الحلقه الاولى في اليوتيوب، دوزوا غير الحلقه الاولى. هو غيبقى يدوز بالحلقات، ونتمنى انكم نعجبكم وتقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جيتكم في التمثيل. وصراحه ان شاء الله مازال غادي يتعرض في الامازيغيه هذا الشيء اللي قالوا لينا، وان شاء الله يا سيدي ربي. المهم دابا كيدوزوا حلقات في حلقات في اليوتيوب، داكشي علاش بغيت نبارطاجي معكم اول حلقه، وكلشي كان كيتسنى كيفاش انني مثلت وكيفاش دوز دوك الاجواء. المهم الحلقه الاولى غادي نحطها لكم وتفرجوا فيها، ونتمنى لكم انكم تشجعوني وتكثروا من لي لايك ومن بارطاجي، وشكرا لكم على التعاليق الزوينه ديالكم لانها كتخلي الانسان انه يستمر لقدام. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم باش بلا ما نكثر عليكم، نخليكم انكم تفرجوا في السلسله الاولى ولا في الحلقة الأولى، ومن بعدين إن شاء الله يا رب. زراتين متبقاتين
تدوت مغارتن تستقميز تكيكرا تفقي الخيران او سدي القاضي اللي احتفكا مز يتفروخت الخيران زرت فروختن تفقى سوري جاي بيترا او يوست غصن تشكين داري البيس نيجي هاتي داري لكم ميت هذاك تزنزه امين واخا كون سمعتي دينا ازاي هادي اللي سمع الحاج عمر واه ازا الحاج عمر يسمزاو سهنينا ما اللي حداك تقيت لا قدامر داري غزفنا من ذي دار سهناي ما استصر بحربي الله نسكر اللي مراد وراس نتا وتسوي طلع اخبار زود ميت البيع والشراي باين اريد تيري تيدلالين صفانين يري اسياخ نسوبرنين أجين كل الجماعة نابا سالم تلاية الهمز سير ستريت الهمز الهمز إيه الهمز لكم ميتني قلين بابا أراد الززح وراك ريحاست الززح ولكن لكم حسن الفلوس أبا سالم هنا يزدت غوصة لورين الزن والتوسغة الله حرمني ثين ريحة الزنزح ولكن اقتحي قلين بابا قمي حوكا الزنزح ايه يقلين الحاج عمر ماذا يلا رقز التوالى ربس الرحمة يقول لا ورسو فوق عفو سنس ولا يفو سنتر وانس الكميت يتقمي يغزان الحاج عمر الكميت الهيب تنتقمين مش اللي هو فوق كميت الديمون اضار ينسوين ارتيق ما وحتي واخا بسال يستندك ما تسكرتي الزا ما حد يبيو دار أنا مو نرتيق مي نظر الخيرا قاضيك شو مستقمي تكينيك فوت فروخت لي تقاضى الحوم الزهر صغيو هو سيدي القاضي موند ميتن اللي غدمون ميتن ناسن وغادي غنخر شو مند ميتن سيدي القاضي او نيس الحبس